السلام عليكم، كيفاش يمكن لك تصايب تكست في الباوربوينت اللي الكالر ديالو عبارة عن ايماج او لا فيديو، وكيفاش يمكن لك تابليكي عليه ترانزيشن ديال المورف؟ تبع معايا هاد لا فيديو هذا حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش كدار العملية. مرحبا، اول حاجة كاس اجوتي واحد سلايد، نيو سلايد، كاس اجوتي لها واحد ليماج. مثلا فاير، ليماج كتقدها باش تاخد لي ديمونسيون ديال السلايد. كتجي الانسيرت وكاس اجوتي واحد ريكتانجل باش تماسكي بيه ليماج. كتحيدو الاوتلاين هداك الريكتانجل وكتختار له الكالر اللي بغيتي. كترجع الانسيرت كاس اجوتي واحد تكست. مثلا فاير، تختار له شي فونت اللي هو مناسب وكتكبر له السايز ديالو. كتسيليكسيوني الريكتانجل هو الاول، تبرك على كونترول وتسيليكسيوني التكست ديالك، كتمشي للشيب فورما ميرج شيبس وكدير هاد سبتراكت. بالتالي كتحصل على هاد النتيجة هادي اللي هي تكست الكالر ديالو هي ليماج اللي انسيريتي في الاول. دونك غنزيدو واحد لاسيس واحد اخر، دونك غادي نابليكيو على هاد السلايد، غادي نابليكيو عليها ترانزيشن ديال المورف. دونك كنديرو لها دابليكيت سلايد، كنسيليكسيونيو السلايد ديالنا وكنصغرو الزوم الماكسيموم بوسيبل. دونك من بعد كان سيليكسيونيو سلايد وكان كبرو ديك الريكتانجل حتى تولي تبان لنا التصويرة وسط الحرف. مثلا انا غادي نجيبها تبان لي في الحرف في اف. اوكي بحال هكا، كنسيليكسيونو سلايد وكنمشيو لترانزيشنز كنختارو مورف. دابا اللي جينا نشوفو الريزولتا نديرو سلايد شو. دونك ها هو لو تيكست ديالنا بالكالر ديالو عبارة عن ايماج، وها المورف ترانزيشن. غادي نعاودو نفس العملية غير هاد المرة، عاود ما نستعملو صورة غادي نستعملو فيديو. دونك نيو سلايد، كنبرو الزوم ديالنا، نمشي لستوك ايميج. تقدر تاخد اي ايماج ولا فيديو من البي سي ديالك. نمشي للفيديو، سيليكسيوني مثلا نفس الشكل، نسيليكسيوني فاير، نختار، غادي نختار هاد لا فيديو ديال هاد المدفاة، انسيرت. بنفس العملية غادي نمشي لانسيرت، انسيري واحد الريكتانجل. ما
باش نماسكي بيه لا فيديو ديالي. كذلك نحيدو الاوتلاين، سيليكسيوني الكالر اللي بغيت، انسيرت، ونجيو انسيري التكست ديالي وندير له كما درنا في السلايد الاولى، ندير له اللارجور ديالو هي نفس اللارجور ديال السلايد، ونكتب ميت فعل اللي هي بلونغلي هيرث. كذلك نختار الفون المناسب، كنكبر في لاطاي ديال التكست، سونتريه، وبنفس الطريقة كنسيليكسيوني بنفس الطريقة كنسيليكسيوني الريكتانجل، كنبرك على كنترول ونسيليكسيوني التكست ديالي، كنمشي للشيب فورما، ميرج شيبس، سابتراكتس، ها هو لو تكست والكالر ديالو هو لا فيديو اللي انسيريت له. نديرو دابليكيت لهاد السلايد، نقصو الزوم الماكسيموم بوسيبل، وهنكبر هاد الريكتانجل. هنحاول ندخل ليماج ديالي، نجي باينه وصل على لتخ ا. كذلك نسيليكسيوني سلايد ترانزيشنز مورف، اوكي نعاودو لو تيست ديالنا، نرجع الزوم كي كانت 80، ندير سلايد شو. دونك هاي السلايد الاولية ديالي، سلايد ثانية، دونك الكالر ديال التكست هو فيديو. دونك لا ميثود هادي الى عجبتك ليدي دير لها واحد جيم وبارطاج لتعم الفائدة، وشكرا للمتابعة ونشوفك شي فيديو اخر.